وإلى أخبارنا الرياضية، ونبدأها من الكونفدرالية الإفريقية، حيث يخوض نادي الزمالك في 8:30 مساء اليوم مباراة إياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام النجم الساحلي التونسي باستاد بيتروسبورت في التجمع الخامس في مهمة شبه مستحيلة. هذا ويحتاج الزمالك للفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء لضمان التأهل للمباراة النهائية بالكونفدرالية، أو الفوز 5 أهداف مقابل 1 للوصول إلى ركلات الترجيح، وذلك بعدما خسر الأبيض مباراة الذهاب في مدينة سوسة التونسية بنتيجة 5 أهداف مقابل 1 وسط مفاجأة للجميع. وما زلنا مع استعدادات لقاء الزمالك والنجم الساحلي، حيث انتشرت قوات الأمن أمام بوابات استاد بيتروسبورت قبل ساعات من مواجهة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، والمقرر إقامتها في 8:30 من مساء اليوم في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأحاطت قوات الأمن مداخل الاستاد بالحواجز لتأمين دخول الفريقين، بالإضافة إلى تنظيم دخول الجماهير المصاحبة للفريق الأبيض. وعلى الجهة الأخرى، أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة هجومية استعداداً للقاء أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها غداً باستاد السويس ب5 مهاجمين، وهم عماد متعب وإيفونا وأنطوي وعمر جمال وأحمد عبد الظاهر. هذا ومن المقرر أن يعقد فتحي مبروك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤتمراً صحفياً بعد مران الفريق اليوم للحديث عن مواجهة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.